دونك هذا ملتقى دولي ديال النقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد العالمي للنقابات، واللي كيحضروا من عدة أقطار، من أمريكا اللاتينية، من أوروبا، ومن آسيا، وكذلك من إفريقيا والوطن العربي بما فيهم مصر والمغرب. بالطبع سيناقشون أهمية النقل والصيد البحري والموانئ والتواصل في دعم وضمان الأمن الغذائي، خاصة أننا نعيش فترة جد حساسة بعد تداعيات كوفيد 19، واليوم الحرب الأوكرانية الروسية، رغم أن الرؤساء حاضرون معنا كذلك، هما اليوم من ضمن الدول اللي حاضرة في هذا الملتقى. سنناقش كذلك التأثيرات على ضمان الأمن الغذائي، وخاصة بالنسبة للدول الفقيرة، إفريقيا، جنوب الصحراء، أو كافة الدول اللي هي على مستوى في طريق النمو، التي تعاني من خصاص كبير على مستوى ضمان الأمن الغذائي. ونعتقد أن هذه فرصة لمناقشة هذه القضايا، ما هو دور الفاعل النقابي الذي يشتغل في النقل، في الموانئ، في الصيد البحري، بالطبع إيصال المواد الغذائية الضرورية لكافة المواطن. ونغتنمها كمنظمة ديمقراطية للشغل في إطار مسؤوليتنا، في إطار مسؤولياتنا التي تتعلق بالدبلوماسية النقابية أو الدبلوماسية الموازية، لتحسيس ولتوعية القادة الحاضرون بقضيتنا الوطنية، قضية الوحدة الترابية. نعتقد أن أهم التوصيات تتعلق بالحماية الاجتماعية، والمغرب عنده تجربة متقدمة، خاصة هذا الموضوع يرعاه جلالة الملك، لتعميم الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين. ونعتقد أن هذه ظاهرة بالنسبة لهذا المشروع أو المتعلق بالحماية الاجتماعية، عدة دول تعاني بما فيه هذه الدول التي بالطبع هي تعتبر متقدمة في عدة مجالات، لكن تعميم الحماية الاجتماعية لا زالت تجد صعوبة كثيرة. نعتقد أن الربط بين الحماية الاجتماعية لكل الفاعلين والأطر والعاملين في كمهني النقل وفي الصيد البحري وفي الموانئ وفي التواصل أصبحت ذات أهمية لحمايتهم ولحماية بالطبع المواطنين الشاغلون معهم. حسام الدين مصطفى كمال، رئيس النقابة العامة لأعمال النقل البحري بجمهورية مصر العربية. أود أن أشكر أخواننا المغاربة على حسن التنظيم وعلى كرم الضيافة، وقد كان هذا الاجتماع لمجلس إدارة TUI اللي هو الاتحاد الدولي لعمال النقل والمواصلات والاتصالات، وكان اجتماعا تنظيميا يناقش الأمور التي تمت أثناء مرحلة كورونا، وهذا أول اجتماع يكون بالحضور وليس عن طريق الزوم، لأن الفترة السابقة كان هناك كما نعلم جميعا جائحة كورونا التي منعت الاتصال المباشر بين الأعضاء، وهذا أول اجتماع بعد جائحة كورونا. وقد ناقش هذا الاجتماع الأعمال التنظيمية الخاصة بالمنظمة النقابية، وإن شاء الله سيكون هناك مؤتمر عام لهذه المنظمة لو TUI الاتحاد الدولي للنقل في 23، وناقشنا كيفية التنسيق بين النقابات المنضمة إليهم حتى يكون إن شاء الله مؤتمر قادم، مؤتمر ناجح بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم عبد السلام أحداد، الكاتب العام المحلي لقطاع سيارة الأجرة الصين في الثاني الرباط. تحية لكم القناة ديالكم. بالنسبة للتدخل ديالي في هذا اللقاء وفي هذا الندوة، الحمد لله المنظمة ديالنا، المنظمة الديمقراطية للشغل، كتنظم هذا اللقاء اللي هو غيكون إن شاء الله تاريخي، وبغينا منه شي أهداف مع هذه النقابات العالمية إن شاء الله اللي وصلوا لبلادنا، كنرحبوا بهم من هذا المنبر ديالكم. بالنسبة للتواجد ديالنا مع هذه النقابات إن شاء الله ما كرهناش ان شاء الله بالمهنه القدامه، وبغينا نطوروها باش ان شاء الله نوصلوا للاهداف ديال النقل، حيت النقل باصنافه هو القطيره اللي هي القطيره اللي هي كبيره كيحتاجها الانسان. هذا هو اللي كاين. الاهداف المسطره عندكم انتم كسيارات الاجره؟ الاهداف المسطره ان شاء الله بالنسبه لنا احنا كسيارات الاجره بصنفيها كبيرة والصغيرة، هي غتكون واحد التضامن مع هاد النقابات هادو، أو لا واحد التوازن بيناتنا، باش إن شاء الله باش هادوك السائقين المهنيين إن شاء الله تعطاهم واحد القيمة، وتعطاهم واحد القيمة باش إن شاء الله يواكبوا العمل ديالهم. شكرا على المشاهدة.
إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.